أردوغان يتحدث عن خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا. الطيران الروسي يقصف مأوى للمدنيين في خان شيخو. نصر الله يعلن تقليص عدد عناصر ميليشياته في سوريا. حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الأعزاء، وإلى التفاصيل، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا تتضمن 3 ملفات، وهي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافية. ورقة اللاجئين السوريين ما زالت في مهب تجاذبات تضعها أمام مفترق طرق، خاصة في دول الجوار صاحبة النصيب الأكبر من اللاجئين. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين تتضمن 3 ملفات، على رأسها تشجيع العودة إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المشافي، وذلك في تصريحات جديدة نقلتها عنه صحيفة حريات. كلام أردوغان لم يتبعه تفاصيل أوفى عن الملفات الثلاثة أو الإجراءات التي سوف تتخذ لتطبيقها، ولا عن نسبة الضرائب التي سوف تقتطع منها ومتى سيتم تنفيذها. في موازاة كلام الرئيس التركي، عقد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو ووالي اسطنبول ومدير دائرة الهجرة في تركيا اجتماعا مع عدد من الصحفيين السوريين لرسم ملامح المرحلة المقبلة لوضع اللاجئين. وزير الداخلية التركي أكد أن سياسات جديدة ستبدأ أنقرة بتطبيقها تجاه المواطنين السوريين في تركيا في المرحلة المقبلة تضمن أن يكون الجميع ضمن دائرة القانون. يعني وجنالجي يقدرنا شا إسماعيل كشوكاي لسين بروتوكول وكورسا. الوزير التركي شدد على ضرورة تنظيم وترخيص عمل المؤسسات التي يشكل السوريون عمودها الفقري، موضحا أن اسطنبول ستتوقف عن تسجيل أي بطاقات حماية مؤقتة جديدة للسوريين، وبأن التواجد للسوريين سيكون ضمن الولايات التي أصدرت لهم بطاقات فقط. مدير الهجرة في اسطنبول رجب باطو طالب السوريين بمساعدة الدوائر الرسمية في إدارة المرحلة الحرجة المتعلقة بوجودهم في تركيا، مؤكدا أن الحملات العنصرية ضدهم لا تمثل الأتراك. من جانبه تحدث والي اسطنبول علي برليكايا عن تحديات كبيرة تواجهها تركيا في قضية السوريين، وأكد أن السلطات ستقوم بإعادة المقيمين في غير مناطقهم إلى ولاياتهم التي سجلوا فيها. وللمزيد معنا من مدينة اسطنبول مراسل قناة حلب اليوم محمد كريمش. محمد، هل هنالك أو هل لديك أي معلومات حول آلية تطبيق الملفات الثلاثة التي تحدث عنها أردوغان؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بالبداية تحدث وزير الداخلية السيد سليمان سويلو عن المحاور الثلاثة اللي تحدث عنها أردوغان، وفصلها بشدة للإعلاميين. تمام. ما هي حبذا لو تنقل لنا هذه التوضيحات التي يعني أدلى بها سويلو وزير الداخلية؟ نعم، في البداية هو بدأ كلامه بأنه لن يتخلى عن السوريين في تركيا، ولكن سوف نبدأ بسياسة عمل جديدة من الآن فقط. طيب، هنالك مشكلة في الصوت للأسف الشديد، سوف نحاول الاتصال بك مجددا محمد، عسى أن يتم إصلاح الخلل. شكرا لك. اتفق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع مارك إسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي على إرسال فريق عسكري أمريكي إلى أنقرة لبحث إقامة منطقة آمنة في سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أبلغ فيه أكار نظيره الأمريكي بأن شراء تركيا لمنظومة S-400 الروسية لا يعني تغيير أنقرة لتوجهاتها الاستراتيجية.
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الأجزاء الأولى من منظومة S-400 الروسية وصلت بالفعل إلى قاعدة إكينجي في أنقرة. تواجه تهديدات جوية وصاروخية، وشراء المنظومة كان ضرورة ملحة لأنقرة التي لا تزال تدرس مقترح شراء منظومة باتريوت الأمريكية، إذ تعتبر واشنطن أنه لا يمكن لأنقرة أن تمتلك منظومة S-400 الروسية ومقاتلات F-35 الأمريكية معا بسبب القلق من تكنولوجيا الطائرات الحساسة التي يمكن أن تتعرض للضرر من منظومة الدفاع الروسية، أو أنها قد تستخدم في تحسين نظام الدفاع الجوي الروسي بحسب وكالة بلومبيرغ نقلا عن مسؤولين أمريكيين. بدورها وزارة الخارجية التركية طالبت إيقاف العقوبات الأمريكية على أنقرة بعد إتمام الصفقة الروسية التركية لعدم إلحاق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية والحوار بين البلدين. صفقة الصواريخ يبدو أنها لم تؤثر على الاتفاق التركي الأمريكي بشأن المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية على لسان وزيرها خلوص أكار أنه اتفق مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير على ضرورة إرسال فريق عسكري أمريكي إلى تركيا لبحث إقامة المنطقة الآمنة شرق الفرات، مشددا على ضرورة مواصلة الحوار بين البلدين بهذا الخصوص. نعود لمراسلنا من إسطنبول محمد كريمش، أرجو أن يكون الصوت صوتك أصبح يصل بوضوح. حبذا لو حدثتنا عن أهم النقاط التي تحدث بها وزير الداخلية التركي سليمان سويلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البداية تحدث السيد سليمان بأن السوريين هم أخواتنا، ركز على هذه الكلمة، ولكن سوف يبدأون بسياسة عمل جديدة في اتجاه اللاجئين بشكل عام والأجانب بشكل خاص يعني. في الأمر الأول تحدث عنه هو بطاقة الإقامة، الإقامة المؤقتة. كملك. لا، الإقامة تبعت على الجواز. تمام، الإقامة السياحية. أيوة بالضبط. رح يكون في لها تعديلات بالنسبة لمنحة للسائحين بتأكيد من عنوان منزلهم سبب الزيارة الرئيسي لتركيا أو لإسطنبول. ما هو العمل الذي يقوم به السائح للحصول على الإقامة، مثلا الحصول على الإقامة في تركيا وإقامته أكثر من سنة وسنتين على الإقامة السياحية. وتحدث أيضا عن موضوع بطاقة الحماية المؤقتة وهي الكملك بالنسبة للنقل واستخراج البطاقات الجديدة في إسطنبول، لأن العدد في إسطنبول امتلأ وهم نشروا على سياسات طيب. التواصل. المشكلة مشكلة الصوت عادت من جديد، أعتذر منكم مشاهدينا الكرام لرداءة الصوت من المصدر. كشفت وقائع أمنية متتالية من تفجيرات وحالات اغتيال وقمع للمظاهرات الاحتجاجية في مناطق شرق الفرات عن فشل قوات سوريا الديمقراطية في ضبط الأمن وسط تحميلها تنظيم الدولة المسؤولية. أوضاع أهالي وسكان منطقة شرقي الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية مع تزايد التجاوزات والانتهاكات تكشف عن تحديات أمنية في وجه القوة المسيطرة على الأرض، تحديات داخلية تواجه قسد في تطبيق القوانين التي تسنها بنفسها أو تتعهد أمام المؤسسات الدولية بالالتزام بها، إضافة إلى إدارة الملفات الأمنية والعسكرية في مناطق سيطرتها وسط تكرار واتساع موجات الاحتجاج والاستياء في المناطق الخاضعة لها. في وقت أظهرت فيه الوقائع عجزا كبيرا وتخبطا في هذه المواجهة، مع تأكيد شبكات أخبارية محلية منها فرات بوست تسجيل حالات مقتل سجناء تحت التعذيب وإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين في ريف دير الزور أثناء مظاهرات احتجاجية، إلى جانب الكشف عن تجنيد المزيد من القاصرين، إضافة إلى اتهامات لها بإسكات الأصوات المتذمرة داخل صفوفها وفق تقرير نشرته السوريانت. أكثر من 7 قتلى و15 جريحا من قسد كانت حصيلة عملية انتحارية نفذها أحد مقاتلي تنظيم الدولة
عبر تفجير سيارته المفخخة قرب أحد مقرات قوات المهام الخاصة التابعة لقسد في قرية الطيانة بريف دير الزور الغربي وفقه ما توفر من معلومات لدى مراسل حلب اليوم. خلال الأسبوع الجاري شهدت مدينة الحسكة 3 تفجيرات في يوم واحد، كما شهدت القامشلي تفجيرا آخر خلف عشرات الجرحى بعد استهداف كنيسة مريم العذراء. لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها. فشل ضبط الأمن في المنطقة تحمله قوات الأسايش التابعة للإدارة الذاتية لتنظيم الدولة، فيما يبقى مصير منطقة شرق الفرات في انتظار حلول سياسية وتوافقات دولية مع التهديدات التركية بدخولها عسكريا وتعهدات فرنسية وبريطانية بزيادة عدد قواتها هناك. للمزيد معنا من مدينة أرفا التركية الصحفي صهيب الجابر. مرحبا بك أستاذ صهيب على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، ما هي الأسباب التي تدفع قسد إلى اتباع الحلول الأمنية في المنطقة؟ بداية أحييكم أستاذ عمار وأستاذ مشاهدي حلب اليوم. طبعا الأسباب هي قمعية بحتة، هنالك سياسة تتبعها قسد هي مشابهة تماما للسياسة التي تبعها نظام الأسد والميليشيات التابعة له سابقا عند البدء بالثورة السورية. اليوم يعني نشهد التذرع بالفلتان الأمني في هذه المناطق للقيام بحملات دهم واعتقال، كان آخرها في منطقة الطيانة التي شهدت أيضا يعني تفجيرا نفذه مجهولون يرجح أنهم تابعون لتنظيم داعش يوم أمس. هناك حملة دهم واعتقالات طالت عددا كبيرا وشريحة واسعة من الشبان في المنطقة. للتنويه أيضا يعني هذه المنطقة كانت قد شهدت موجات احتجاج شعبية في نفس يعني هل هي حجة يعني إلقاء القبض على كل من يخالف الرأي لقسد؟ هذا بالضبط ما يحدث أستاذ عمار. وإضافة إلى ذلك يعني لم تحد هذه الحملات من الدهم والاعتقال، من المفترض أن يعني يكون بشكل يعني إذا ما كانت هذه الحملات بشكل يومي تشن ضد أهالي هذه المنطقة، من المفترض أنه لم يبقى شبان حتى بشكل يومي منذ سيطرة قسد، وحتى اليوم تشن قسد هذه الحملات للاعتقال وتختطف عددا آخر بشكل غير مباشر. اليوم أيضا كان هنالك مقتل لأحد عناصر قسد في منطقة الجيعة غربي دير الزور، ليس فقط تفجير منطقة الطيانة في شرق دير الزور، وإنما يعني مختلف المناطق. طيب إلى أي مدى يمكن الحديث عن فشل أمني إذن لقسد شرق الفرات؟ هذا بالفعل يعني أمر واقع اليوم، والإدارة الأمريكية يعني بالمناسبة التي تقدم الدعم لقسد اليوم باتت تعيد النظر بالدعم المقدم لقسد، لأنها فشلت أي قسد في كل المجالات على كل الأصعدة، كان على المستوى الخدمي أو المستوى الأمني أو المستوى العسكري أو مستوى استقطاب الحاضنة الشعبية التي فقدتها قسد منذ اليوم الأول لدخولها إلى هذه المنطقة، لأنها دخلت عن طريق القصف العشوائي على هذه المناطق. إذن اليوم الولايات المتحدة الدعم لقسد والمحرك لها باتت اليوم تحاول فتح قنوات، وهذا ما لاحظناه أستاذ عمار خلال الأيام الماضية عن طريق الاجتماع بوجهاء من العشائر في المنطقة. يعني حتى واشنطن بدأت يعني تعيد تفكيرها بالنسبة لدعمها لهذه الميليشيات. بدي أشكر طبعا جزيل الشكر، أعتذر منك، الوقت انتهى تماما. شكرا لك ولمشاركتك الأستاذ صهيب الجابر الصحفي، كنت معنا من مدينة أرفا التركية. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا الطيران الروسي يصر على قتل المدنيين في ريف حماة وإدلب.
أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة التي تطرقنا في جزئها الأول إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة تعديل أوضاع السوريين اللاجئين المخالفين لقوانين الدولة التركية. قتل 8 مدنيين جراء غارات جوية روسية على المزارع المحيطة بمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وقال الدفاع المدني أن طائرة حربية روسية استهدفت محيط خان شيخون بعد منتصف الليل بصواريخ ارتجاجية وفراغية، ما تسبب بمقتل 4 أطفال وسيدتين ورجلين كانوا مختبئين في مأوى. وتمكنت فرق الدفاع المدني من انتشار جثثهم بعد البحث تحت الأنقاض. وفي كفريات قتل 3 مدنيين. القصف طال أيضا قريتي الجسات والزكاة بريف حماء، وفيهما قتل 5 مدنيين. للمزيد معنا مراسل قناة حلب اليوم من ريف حماء الشمالي عبد الرزاق صبيح. عبد الرزاق مساء الخير، تفاصيل القصف على مأوى للمدنيين في خان شيخون. نعم عمار، في الحقيقة من الضحايا المدنيين في ريفي حما وإدلب اليوم تم تسجيل مقتل 15 مدنيا بالإضافة إلى أكثر من 20 جريح. العدد الأكبر كان من الضحايا في محيط مدينة خان شيخون، حيث تم تسجيل مقتل 8 مدنيين وهم عائلة نازحين من مدينة اللطامنة، وكان ذلك في ساعات الفجر الأولى من هذا اليوم، حيث استهدفت طائرة حربية روسية ملجأ لهم كانوا مختبئين فيه في محيط مدينة خان شيخون، وفي الحقيقة قتلوا جميعهم في هذا الملجأ. أيضا عمار، كان هناك تسجيل لمقتل المدنيين 2 في الأراضي الزراعية في محيط قرية الجيسات بريف حماء الشمالي، وكان ذلك جراء استهداف سيارة لهم بصاروخ موجه وهم من العمال الزراعيين. عمار، أيضا كان هناك مقتل لامرأة في الأراضي الزراعية في محيط قرية الزكاة بريف حماء الشمالي، بالإضافة إلى 4 مدنيين قضوا في بلدة الفوعة. ارتفع العدد، كان هناك 3 ضحايا، منذ قليل تم توفي شخص ليرتفع العدد إلى 4، وكان ذلك جراء غارة جوية لطائرة حربية تابعة للنظام استهدفت وسط البلدة. وأيضا كان هناك تسجيل لجرحى جراء هذه الغارة الجوية. عمار، مع مساء هذا اليوم أيضا كان هناك استهداف لمركز الدفاع المدني في مورك بريف حماء الشمالي، وتسببت الغارة بدمار كبير في الآليات والمعدات في هذا المركز. إذن ما هو وضع المشافي في ظل هذا القصف المكثف؟ هل لهذه المشافي قدرة متبقية على استيعاب الجرحى؟ عمار، بالنسبة لريف حماء الشمالي وريف إدلب الجنوبي، في الحقيقة وصولا إلى تقريبا إلى محافظة إدلب المدينة، هناك معظم المشافي تم استهدافها من قبل الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام، وخرجت جميعها عن الخدمة. أقرب مركز صحي أو مشفى بالنسبة لريف إدلب الجنوبي أو ريف حماء الشمالي يزيد على 50 كيلومتر، وفي الحقيقة يقطع المصابون عشرات الكيلومترات من أجل الحصول على خدمة طبية. شكرا جزيلا لك عبد الرزاق صباح مراسل قناة حلب اليوم، كنت معنا من ريف حماة. اعتمدت قاذفات النظام والطائرات الروسية أسلوبا جديدا في قصف قرى وبلدات الشمال السوري بهدف تشتيت مراصد الطيران ومنظومة الدفاع المدني والفرق الطبية والتسبب بضرر أكبر في الضربات الجوية. إدلب ساحة عمليات طائرات النظام والروس، قصف بدا أنه عشوائي على رؤوس المدنيين لحصد الأرواح، بيد أن حقيقته هي المنهجية جديدة لجعل الضربات الجوية أكثر ضررا ودمارا على المدنيين والمنقذين بتكرار الضربات أو ما بات يعرف بالضربات المزدوجة. في الآونة الأخيرة تم استهداف المناطق المأهولة بالسكان والمناطق المدنية من قبل النظام بغارات مزدوجة وأسلحة عنقودية جديدة تعتمد على المؤقت الزمني، الهدف منه هو قتل أكبر عدد من المدنيين والناس وإصابة فرق الدفاع المدني والإسعاف عند وصولها إلى المكان. مراصد الطيران في الشمال السوري اكتشفت تكتيكا جديدا تتبعه قاذفات النظام الحربية، أشد فتكا من التكتيكات السابقة التي تعتبر بدائية، حيث لا تكتشف الطائرات ولا مواقعها إلا بعد تنفيذ الغارة الأولى. يتعمد الطيار الصمت وعدم التنسيق مع القواعد الجوية ليصمت أكبر عدد
ممن ينادون بالحرية. تنسيق الطيران كان أفضل قبل، كان يطلع ينسق مع مطارات، يعني مثلا كان طالع نسيم ينسق مع مطار حمص لحتى يعرف إيش فيه أمامه، من مطار حمص ينسق مع مطار حماة، مطار حماة إذا كان باتجاه الساحل أو باتجاه مدينة جسر الشهور فكان ينسق مع قاعدة اللاذقين. اليوم ما في أي تنسيق، عم يطلع بشكل مباشر تمام ليحصل عدد كبير من المدنيين. الأسلوب الجديد لا يمنح منظومات الدفاع المدني وقتا لتشغيل صافرات الإنذار، ولا المدنيين فرصة للهرب إلى الملاجئ، ولا حتى فرق الإسعاف لتجهيز الطواقم أو الكوادر. كل ذلك يأتي مع كثافة سكانية في المناطق المستهدفة. بيجينا حتى من طريق يعني النظام بيطلع من فوق وبيختفي مشان المناصب ما هو يعني ما بيحكي خالص مع القاعدة، مشان شو مشان إنه ما يسمعوا المناصب ما تبعيدنا، مشان ما إنه الأطفال تلحق أو العالم إنه تلحق تنهزم. بيجينا بشكل مفاجئ فورا، يعني حتى ما منحس فيه يعني ولا مندرى فيه، فورا بيضرب فينا. يجينا احنا بينتقم منا المدنيين، احنا اجرنا ذنب هون المدنيين لا يقسمونا، احنا مثلا عم يجي يضرب النساء وعم يضرب الاطفال عم يجي على الخط العسكري ما تحس الدوله فاتهم قضى على البلد هون. ارقام مخيفه كشفت عنها مديريه الدفاع المدني لحصيله قصف ادلب خلال شهر واحد فقط، حيث قتل 600 مدني باكثر من 2000 برميل متفجر وعشرة الاف صاروخ، اضافه ل 100 صاروخ عنقودي تضرر منها 22 مرفقا صحيا وستة مراكز للدفاع المدني و29 مدرسة وخمسة أسواق شعبية. وصل عشرات القتلى والجرحى من قوات النظام إلى مستشفيات حماة الوطنية أو إلى مستشفيات حماة الوطنية وأسقلبية ومصياف الخاضعة لسيطرة النظام بعد المعارك على جبهة الحماميات شمال حماة. هذا ونقل مراسل قناة حلب اليوم عن مصدر طبي في مستشفى حماة الوطني أن أكثر من 30 قتيلا من عناصر قوات النظام بينهم ضباط وصلوا إلى المستشفى خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى عشرات الجرحى. وأضاف المراسل أن هذه المشافي تخضع لرقابة أمنية مشددة هدفها منع تسريب أعداد القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام وميليشياته وعدم التقاط أي صور داخل تلك المستشفيات. لقي قيادي بارز في ميليشيا حزب الله اللبناني مصرعه خلال المعارك المندلعة على جبهات ريف حماة الشمالي. ونشرت صفحة مركز الزهراء للإعلام والتوثيق الموالي صورا لتشييع القيادي موسى حسن ناصر الملقب بأسد الدبابات والذي ينحدر من بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي. وأظهرت الصور التي نشرتها الصفحة موكبا طويلا من السيارات تتقدمه دبابة رفع عليها صورة للقتيل إلى جانب علم أو علم حزب الله اللبناني. أعلن حسن نصر الله زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني أنه بصدد تقليل عدد عناصرها المتواجدة في سوريا والتي تحارب إلى جانب قوات النظام. تصريحات جديدة لحسن نصر الله يتحدث فيها عن وضع سوريا. اليوم مثلا لما بنحكي عن المعارك القائمة، الجيش السوري استعاد الكثير من عافيته وتشكيلاته وقواته والتحاق واسع فيه، يعني سواء بموضوع التجنيد الإجباري في التزام أو بموضوع التطوع كمان في التزام كبير. طيب هو وجد أنه ليس بحاجة إلينا العظيم، ولذلك نحن يعني ليس لنا وجود فعلي بالحد الأدنى في الجبهة الحالية. إذن جيش الأسد استعاد عافيته بشكل كبير وفق ما قاله حسن نصر الله في مقابلة تلفزيونية على قناة المنار، وهو اليوم وجد أنه ليس بحاجة لمقاتلي الحزب المتواجدين في سوريا بشكل علني منذ 2013، لذلك تم تخفيض أعداد المقاتلين في حزبه إلى جانب قوات النظام. نصر الله أكد على أنهم ما زالوا متواجدين في كل الأماكن التي كانوا فيها لكن بأعداد قليلة، وهم الآن قاموا فقط بإعادة تموضع، وأن كل التغييرات لا علاقة لها بالعقوبات أو التقشف المالي على الحزب. نعم ما زال هناك أماكن ملفات عالقة، موضوع شرق الفرات ملف عالق، موضوع إدلب ملف عالق، لأنه ما بقي للجماعات المسلحة بشكل أساسي هو إدلب وبعض الأجزاء من الشمال. نصر الله الذي أكد أن قوات حزبه لا تشارك النظام في معارك محافظة إدلب
شدد على أن تخفيض عدد القوات لا علاقة له بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران. وبخصوص وجود الحزب والقوات الإيرانية في سوريا، قال إن روسيا لا ترى ضرورة لخروجهم مع بقية ما وصفه بمحور المقاومة من سوريا، وأنه لا مصلحة لروسيا أصلا في خروج إيران، وهي تحاول الوصول لتسوية تمنع مواجهة إسرائيل من جهة وحزب الله وإيران من جهة أخرى وفق وصفه. أفاد تقرير لوكالة استخباراتية ألمانية أن مدينة هامبورغ تضم نحو 30 مسجدا ومركزا ثقافيا على صلة بميليشيا حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة الأمريكية منظمة إرهابية. جاء في التقرير الذي أوردته محطة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية أن هذه المراكز المقربة من الميليشيا وإيديولوجياتها تشهد اجتماعات منتظمة لعملاء الحزب. وقال السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل للمحطة إن خطر قيام المتعاطفين مع الميليشيا بجمع الأموال في هامبورغ هو دليل إضافي على وجوب حظر الحزب من ألمانيا بالكامل. وعد أو يتزحم الأطفال في مخيم كفر سجنة بريف إدلب الشمالي تلقي التحصيل العلمي بما توفر لديهم من إمكانيات متواضعة. سباق لكسب العلم. يتزاحم الأطفال في مخيم كفر سجنة بريف إدلب الشمالي لدخول فصلهم الدراسي من بابه الضيق إلى خيمة لا تختلف كثيرا عن الخيام التي يقطنها أهاليهم. يصارع الأطفال لتحصيل العلم رغم افتقارهم لأدنى متطلباته. كنا نروح على المدرسة وناخد دروس، وبعدين اجى الطيران قصفها ودمرت لنا صغيري، غرفة صغيرة ما بتساعنا كلياتنا، بدها تعميم صفوف ودفاتر وكتب وقلام. يفك العلم حصاره عنهم. جهود فردية بذلها بعض المعلمين النازحين بهدف إنقاذ مستقبل الأطفال وعامهم الدراسي دون أي مساعدات من جمعيات خيرية أو منظمات إغاثية، فيما يعمد المعلمون على دمج بعض الصفوف والأعمار مع بعضها، فلا فصول تكفي ولا كفاءات أو إمكانيات قادرة على استيعاب أعدادهم. أسسنا هالبناء الصغير أو هالغرفة السكنية اللي أنا ساكن فيها للطلاب مشان يتعلموا فيها، لأنه الطلاب عمليا جامعينهم من الصف الأول حتى التاسع، عم نعطيهم ساعة وساعتين يوميا بكل المجالات سواء رياضيات علوم دياني عربي إنجليزي، عم نعطيهم شتى المجالات مشان يتعلموا، لأنه الطلاب عمليا صفر بكل الاتجاهات. شهران اثنان مضت على إنشاء المخيم، وما يزال يستقبل وافدين جدد من ريفي إدلب وحماه رغم عدم جهوزيته. كارثة إنسانية حقيقية قد تضرب مخيمات الشمال السوري نتيجة فقدان التعليم، لكن النتائج قد تظهر جليا بعد أعوام إن لم يتم تدارك الأمر. شاهدنا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا علاقة العيون بمرض الزهايمر. حصد الشاب السوري رامي سالم المقيم في الشمال السوري المركز الأول لأفضل صورة عن العمل التطوعي في مسابقة بيفول الدولية للتصوير الضوئي. تحكي الصورة الفائزة التي التقطت بمركز المشروع الوطني السوري للأطراف الصناعية قصة شاب فقد أحد أطرافه السفلية بقصف جوي استهدف منزله، وبعد تركيبه لطرف صناعي قرر التدرب بأحد المراكز ليكون متطوعا ويختص بتركيب الأطراف الصناعية للمصابين. للمزيد معنا رامي سالم مصور صحفي في منى الشمال السوري. أستاذ رامي مرحبا بك على شاشة حلب اليوم. طبعا نبارك لك باسم قناة حلب اليوم على حصولك على هذه الجائزة. حبذا لو خبرتنا ما هي أهمية هذه الجائزة. مساء
مساء الخير لكم ولكل المشاهدين بالبداية، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. حياك الله. طبعا هاي الصورة مثل آلاف الصور اللي بتحكي حال السوريين يلي عاشوا الحرب بكل أشكالها من قصف ودمار وتهجير. وبرغم من كل هاد قدر السوري يتغلب على كل هالمصاعب، بيحاول يبني مكان آمن وفعال إله للأجيال القادمة. نعم. طبعاً الصورة بتحكي مثل ما ذكرت قصة شاب استطاع التغلب على إعاقته المتمثلة ببتر أحد أقدامه، والعمل بجد ليكون ملهم لغيره، وبدي بالعمل بأحد مراكز متخصصة الطبية المتخصصة بصناعة الأطراف الصناعية. بعد حضور سلسلة تدريبات قدر من خلالها يكون أحد الفاعلين في المشروع الوطني السوري للأطراف الصناعية. نعم. طيب ما الذي تقدمه هذه الجائزة من دفع لمستقبلك المهني؟ طبعا بالبداية رح أحكي بشكل موجز عن المسابقة اللي أطلقتها بيفور، العمل التطوعي، مسابقة بتدعم المصورين العاملين بالعمل التطوعي. شاركت بهي الصورة وكلي أمل أنه أوصل رسالة مفادة، يعني عطاء رغم الأمل. الحمد لله حصلت هاي الرسالة المركز الأول بالمسابقة. طبعا هاي المسابقة وهي الجائزة أكيد رح تكون محفز كتير كبير لإلي لأكمل مسيرتي في العمل التطوعي، وأقدر ساعد السوريين بكل ما أستطيع، السوري يلي وقع ضحية في حرب النظام. نعم. ما هي خطتك ربما للمستقبل بعد حيازتك على هذه الجائزة؟ خططي هي يعني قديمة ويعني ومتجددة. يعني خليني أقول لك إنه رح كفي هذا الشيء اللي مشيت فيه، هذا الطريق اللي مشيت فيه اللي هو نقل الصورة لكل الناس، يشوفوا الناس اللي عم تعاني في الداخل السوري نتيجة هاي الحرب، وقديش عم يقدروا يتغلبوا على المصاعب وعلى التحديات، مثل ما حكيت يبنوا مستقبل آمن ومكان آمن لهم وللأجيال اللي راح تجي من بعدهم. شكرا جزيلا لك، وأبارك لك مرة أخرى. المصور الصحفي رامي سالم كنت معنا من الشمال السوري. كشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن تفاوت شاسع فيما يخص الفقر بين بلدان العالم ومناطقه المتعددة، وحتى بين الشرائح الأكثر فقرا داخل المجتمعات المختلفة في الدولة الواحدة. في زمن الأعمال وتنظيم التجارة وازدياد فروع الصناعة وأصنافها وأسواق المال وتجارة النفط والعملات الإلكترونية، تتزاحم الأموال وتكثر، ويتقلص المالكون وأصحاب الثروة، ويزداد المعدمون في العالم. في الهند وحدها ما يقارب 24% من فقراء العالم، وهي واحدة من 5 دول يتركز فيها نصف الذين يعيشون فقراً مدقعاً حول العالم، وهي على الترتيب بعد الهند بنغلاديش، نيجيريا، جمهورية الكونغو، وإثيوبيا وفق إحصاءات البنك الدولي لعام 2018. جوعى في كل مكان، وبرنامج القضاء على الفقر لم يستطع وقفه حتى الآن. وهناك قراءات للأمم المتحدة بأن البرنامج الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2030 لن يستطيع النيل من الفقر ولا حتى التأثير عليه نظراً لسياسات الدول الكبرى، بل إن هذا الأمر آخذ في الزيادة، تغذيه الحروب والصراعات، وحاجة الجيوش للأسلحة والنفط، وحاجة المصنعين للمواد الأولية. أفريقيا ومعظم دول آسيا تتوقف فيها عجلة التنمية الاقتصادية بسبب الجهل والصراعات، وسيطرة الدول الأوروبية وأمريكا على مقدراتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية. هذا ما جاء في تقرير جديد أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع منظمتي مبادرة إكسفورد للفقر ومبادرة التنمية البشرية، أظهر تفاوتات شاسعة في مستويات الفقر عالمياً، حيث أكد أن 1/3 عدد الفقراء الذي يتجاوز 886 مليون فقير يعيشون في البلدان متوسطة الدخل،
وأجرى المؤشر دراسته في أكثر من 100 دولة، منها 31 دولة ذات الدخل القومي المنخفض و68 دولة ذات الدخل المتوسط ودولتين دخلهما القومي مرتفع، وتغطي هذه الدراسة 76% من سكان العالم. أدى مصلون في العاصمة الألمانية برلين صلاة الجمعة في العراء بعد تسبب هجوم بمواد حارقة مؤخرا على أحد المساجد بحدوث أضرار فيه حالة دون مواصلة الصلاة داخله. ووثقت الشرطة الألمانية العام الماضي أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية ورسائل تهديد واعتداءات بذيئة واعتداءات أيضا دينية، إضافة إلى ارتكاب هجمات ضد المساجد. يعمل أبو محمد سائق سيارة إسعاف في ريف حلب الشمالي ويخدم مدنا عدة في المنطقة، بالإضافة إلى المخيمات المنتشرة على الحدود السورية التركية. إغاثة الملهوف تحض عليه كافة الشرائع السماوية، فكيف إذا كان الملهوف جريحا أو مريضا أو من كانت حياتهم على المحك؟ أبو محمد سائق لسيارة إسعاف يحمل على عاتقه نقل المصابين من انفجارات ألغام تنظيم الدولة أو قصفها، بالإضافة لنقله المرضى كل يوم. فعملي هو متنقل على سيارة إسعاف مقدمة من لجنة دعم إعادة الاستقرار. سيارة متنقلة في ريف حلب الشمالي في منطقة عزاز، نستهدف المناطق المحتلة من قبل داعش، وبشرنا عملنا على الطريق هذا لإسعاف المصابين من جراء تفجيرات السيارات المفخخة ومخلفات داعش. يقوم أبو محمد بالتنسيق مع المكاتب الطبية في المجالس المحلية لتيسير حركته بين المدن والقرى، متنقلا بين المخيمات أيضا ليذهب بالمريض نحو المستشفى المتخصصة بحالته، عمل تحول مع الوقت من كسب لقوت يومه إلى هدف أكبر ومشاعر نبيلة. معاناتنا كانت كبيرة أثناء قبل تحرير المنطقة وما توسع المنطقة، حالات كثيرة كنا نتعرض لها من قصف، من الدواعش، من مرورنا من جانب الأبغام، وكان هذا عائق كبير في عملنا لإيصال المصابين للمشافي. وطبعا يعني حالة الإسعاف هي بحاجة تصل قبل الدقيقة للمشفى لإسعاف روح أي كان، طفل أو رجل أو امرأة. فصعوبتنا كانت كثير في هذا الأمر، هذا عانينا الكثير وسمرنا في عملنا. يعيش السوريون حياة الخوف والتنقل كل يوم، يخافون من الإصابة بالقصف، يلاحقهم الموت والتهديد إلى زوايا بيوتهم، لتأتي مبادرات فردية كانت أم منظمة تعمل على تخفيف آلامهم وطمأنة قلوبهم أن الوصول إلى المستشفى بات ممكناً. توفي الأمريكي فرناندو كرباتو المخترع للحاسوب الشخصي والكلمات المرورية بعد مسار علمي قدم فيه العديد من الخدمات في مجال التكنولوجيا. وقالت زوجة الراحل إيميلي كرباتو أن الوضع الصحي للمخترع تدهور كثيرا جراء مضاعفات مرض السكري. رحل فرناندو عن الحياة وهو يحمل لقب أستاذ فخري في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وجدت دراسة جديدة أن عدد الأوعية الدموية في عيون الإنسان قد يكون من العلامات المبكرة للكشف عن الإصابة بمرض سارقة الذاكرة والمعروف بالزهايمر. تقول الدراسة إن الذين يعانون من التدهور المعرفي لديهم عدد أقل بشكل ملحوظ من الشعيرات الدموية في عيونهم من الأصحاء. ويضاف هذا الاكتشاف إلى الأدلة السابقة التي تشير إلى أن التغيرات في الأوعية الدموية الصغيرة قد يكون نافذة على التغيرات الواقعة في الدماغ.
جلس رجل بلجيكي على قاعدة المرحاض لمدة 5 أيام تقريبا هذا الأسبوع في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي، ودخل جيمي ديفيرين تحدي الجلوس لمدة 165 ساعة على قاعدة المرحاض الذي تم إعداده خصيصا لهذه المحاولة في منتصف حانة، لكنه استسلم بعد الجلوس لمدة 116 ساعة فقط، وكان يسمح له براحة لمدة 5 دقائق كل ساعة يجمعها على مدار الساعات بما يسمح له بالنوم. ومن المفارقات أنه كان يحتاج للقيام لقضاء حاجته نظرا لأن قاعدة المرحاض التي يجلس عليها في الحانة غير موصولة لنظام الصرف الصحي. تصدرت المغنية تايلور سويفت قائمة فوربس للأعلى أجرا في مجال الترفيه بقيمة 185 مليون دولار بفارق ضئيل عن 2 من عائلة كارداشيان وهما كايلي جينز ومغني الراب كايني ويست. وضمت قائمة فوربس 100 السنوية للمشاهير الأعلى أجرا نجوم الكرة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار بين العشرة الأوائل جنبا إلى جنب مع المغني وكاتب الأغاني البريطاني إد شيران وفريق سوفت روك الذي شكل في السبعينيات ذا إيجلز، وبدأ جولة جديدة عام 2018. نهاية النشرة، وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني حلب تو دي تي في دوت نت. دمتم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.